صباح الخير لك، صباح الخير لكل المشاهدين. حياك الله. يعني بداية أستاذ مجد، تطلعنا على تفاصيل مهرجان التسوق الزراعي الرابع في دير بلوط. نعم، بداية نشكركم على تسليط الضوء على مهرجان التسوق الزراعي وعلى بلدة دير بلوط أيضا. هذا المهرجان العام، هذا العام يقام للعام الرابع على التوالي. البداية كانت بفكرة بسيطة جدا، لهم عبارة عن تجميع المزارعين على الخط الرئيسي اللي هو الشارع الرئيسي على مدخل بلدة دير بلوط. المنطقة هاي قبل 4 سنوات عملنا فيها معرض للمزارعين، عرضوا فيها كافة المنتجات الزراعية البعلية اللي تشتهر فيها دير بلوط. نعم. الفاكوس، البامية، الثوم، وأيضا المخلل والبقوليات، كل المنتجات اللي بتزرع في سهول دير بلوط. العام الأول كان عبارة عن منطقة عرض فقط، العام الثاني طورنا على الفكرة، والعام الثالث وهذا العام صار من خلال مهرجان على مدار 3 أيام. الافتتاح بيكون يوم الخميس اللي هو اليوم إن شاء الله، بمهرجان بحضور رسمي وشعبي كبير. المهرجان رح يقام الساعة 5:30 مساء، بتخلل العديد من الفقرات الثقافية والفنية والتراثية أيضا، وأيضا بحضور المزارعات اللي هن القائم على سهل دير بلوط من الألف إلى الياء هن المزارعات. وبالتالي يعني هذا المهرجان يأتي بالدرجة الأولى كتكريم للمزارعات على المجهود اللي بيقدمه خلال العام كامل. نعم، وبصدق سيد مجد، قديش بنلاحظ انه في كل مهرجان او في كل حفل ضخم يتعلق بالزراعة والمجهود المبذول تكون المرأة الفلسطينية رائدة، وربما هي عنصر اساسي وركيزة اساسية في هذه المهرجانات وهذا الانجاز الرائع الزراعي. لكن اذا بدنا نتحدث شوي عن ميزة منطقة دير بلوط، قديش دير بلوط بتنتج كميات من الفقوس لحتى يصير في عنا مهرجان للفقوس؟ لأنه بنعرف إحنا بحاجة لأجواء وبيئة زراعية معينة، يعني مش في كل الأماكن بيطلع ممكن، بس مش في كل الأماكن مثلا بيكون زاكي وطيب، مش يعني بالجودة الصح 100%. نعم، هلا بلدة دير بلوط يعني المنتوجات هي منتوجات زراعية بعلية بتعتمد على مياه الأمطار. يعني حتى مجرد أي شخص بيتذوق المنتجات اللي في دير بلوط بيلاحظ التميز، مميز المنتجات الزراعية الأخرى. هذا جانب. الجانب الآخر، تحدثت عن موضوع الكميات الإنتاج. يعني في حساب سريع لكميات الفقوس اللي تنتج خلال موسم الفقوس اللي هي موسم شهرين تقريبا. يعني عندنا مردود، بقدم مردود للمزارعين ما يقارب 1,000,000 شيكل. نعم. هذا على مستوى الفقوس فقط. ما تحدثنا عن البامي أو حتى عن إنتاج المخلل اللي هو مخلل الفقوس، أو عن البقوليات أو عن الثوم والبصل، بقية المنتجات الزراعية. وبالتالي يعني نتحدث عن دخل كبير بدره اللي هو سهول دير بلوط والمنتجات الزراعية البعلية. طبعا هذا ممكن يشكل مصدر دخل للنساء على مدار العام. طب وأيضا يعني ما يميز هذا السهل كما ذكرت هو أنه النساء هن اللي قائمات على هذا السهل. وبالتالي يعني المهرجان هذا يأتي كنوع من التكريم للنساء، وأيضا كتمكين للنساء، لأنه من خلال هذا المهرجان نهدف دائما أنه نحقق مطالب المزارعات، وأيضا نسلط الضوء على معاناتهن وأبرز المشاكل اللي بتواجههن. وفي كل مهرجان في كل عام بنسلم وزير الزراعة مجموعة من المطالب في كتاب رسمي بنجهزه باسم مؤسسات وفعاليات البلدة، والحمد لله يعني في كل عام نتمكن من تحقيق جزء كبير من طيب المطالب. سيد مجد، للعام الحالي ونحكي احنا عن المهرجان الرابع، ايش ابرز التحديات اللي بيواجهنها المزارعات في زراعة الفقوس وكافة الزراعات ايضا في دير بلوط؟ نعم، هلا عندنا السهل بيتم استغلاله فترة واحدة طوال العام. هلا ممكن نتحدث عن استغلاله عن أكثر من فترة خلال العام، وهذا يعني مطلب رئيسي دائما بالنسبة للمزارعات، ولكن هذا بحاجة لدعم من قبل المؤسسات، من قبل الجمعيات، من قبل أيضا وزارة الزراعة، يعني كنوع من تمكين المزارعات ودعم صمودهن على أرضهن، خاصة أنه بلدة دير بلوط يعني منطقة مستهدفة من الشرق، مستهدفة من المستوطنات اللي بتقطع جزء كبير من أراضي البلدة، من الغرب من جدار الفصل العنصري. وبالتالي يعني هنالك مطالب كثيرة، أيضا هنالك مطالب شق طرق زراعية. نعم. هذا من ضمن المطالب اللي بنقدمها دائما، والحمد لله تمكننا هذا العام من شق 12 كيلومتر، مشكورين وزارة الزراعة يعني. وأيضا في عنا السهل اللي هو في مدخل البلدة.
نعم. في بعض الأحيان القطع عن المستوطنين وأيضا الاحتلال الإسرائيلي بترك خنازير أو حيوانات في المنطقة، وبالتالي يعني بحاجة لسياج ممكن لحماية. الحمد لله يعني سيجنا جزء كبير من السهل هذا العام، ولكن نحن بحاجة أيضا لدعم المزارعين لحتى نحافظ على أرضهم من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة بحق المزارعين. يعني ما تتخيلوا حجم الاستهداف اللي الإسرائيليين بيقوموا فيه لكسر عزيمة المزارعين في دير بلوط. والأهم من الممكن أن هذا ما يعطي الخصوصية الأكثر أهمية لبلدة دير بلوط، يعني ما بين انتهاكات إسرائيلية، لكن رغم ذلك النساء يتحدين هذه الانتهاكات وهذه المعيقات والعراقيل وربما المناغصات التي تتمثل بالأشكال التي ذكرتها سيد مجد. وإن شاء الله بنتمنى لكم اليوم مهرجان أكثر من رائع ويحمل شعار فقوسي بلدي وترابي مصيون، وإن شاء الله الإنتاج هذا العام وفي كل الأعوام يكون أكثر وأكثر ومزيد من النجاح والتألق، ولنشاهد مهرجان التسوق الزراعي بحلل جديدة وبأعداد متتالية، رابع وخامس وسادس، وكل التوفيق لكم مرة أخرى سيد مجد القاسم منسق المهرجان. شكرا جزيلا لك.